وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. إن هذا الأثر أخذت عليه مآخذ. أولا، أن الذي رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما هو عطاء الخراساني، وهو لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، لكن قلنا ما قاله ابن حجر رحمه الله من أن عطاء ابن أبي رباح قد رواه عنه لكن في غير التفسير. ثانيا، أن هذا الأثر فيه قول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ومعلوم أن نوحا عليه السلام إنما أتى بعدما وقع الشرك، فيفهم من هذا أن السياق الصحيح أن تكون قبل قوم نوح، وقد قيل بهذا ما بين آدم ونوح. وأجيب عن هذا بأنهم نسبوا إلى قوم نوح باعتبار قرب الزمن أو قرب المكان، كما يقال ابن السبيل وابن الماء. الثالث، أن هذا مما ذكر فيما سبق، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ من الإسرائيليين كثيرا، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فلعله أن يكون من قبيل الإسرائيليات. والجواب عن هذا أن الأقوال قد تعددت في هذه الآية كما قلنا، وأقربها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. لما؟ لأن البخاري أخرجه في صحيحه، ولأنه قول الجمهور، ولأنه صحابي وهو أعلم من غيره، ولأنه في علم التفسير له شأن ليس كغيره، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بأن يعلمه التأويل.